هذه الصور تظهر واحدة من أخطر مصادر التلوث التي يتعرض لها نهر الفرات في مدينة الناصرية. هذا الأنبوب الذي ينقل مياه الصرف الثقيلة دون معالجة من إحدى محطات المجاري الرئيسة في المدينة واحد من مصادر أخرى رصدتها الشرطة البيئية في المحافظة ورفعت على إثرها دعوى قضائية ضد دائرة مجاري ذي قار. هناك أكثر من مصدر في تلوث المياه حسب الدراسة التي أعدها مركز شرطة حماية البيئة فيما يخص تلوث نهر الفرات بدءا من محطة البطحاء، وهناك محطتين رئيسيتين هما محطة المبزل اللي هي الزيناوية كما تلاحظون في هذه الصورة، إضافة إلى محطة الإسكان، وبالتالي هذه مخالفة أو مشكلة بيئية تم رصدها في المركز وتم رفع دعوى قضائية على مديرية مجاري ذي قار. ويشكو الأهالي الذين تقع منازلهم بالقرب من هذه المحطات من تأثيراتها على الصحة العامة وانبعاث روائح كريهة، فضلا عن تأثيراتها على مواشيهم وأراضيهم الزراعية. احنا نطالب بدائرة البيئة تخلصنا من هاي المحطة المجاري، لان تعبنا قاعد اشتغلهن اذبهن على جهالي وزوجتي، حتى امراض بالجلدية قاعد تصير وحب بجلدهم، كل شهرين انا اذب لي هال 150 هال 200 مال المجاري. البوليات الموكلات، الثلاجات الموكلات، البشر احنا سالمين، احنا ريحه خانقتنا خلق مستوين الستو قاعدين قضيان، يعني محتار يسوون يشتكي وين نروح ما ادري. وترمي دائرة مجاري ذي قار الكرة في ملعب الأهالي بتجاوزهم على شبكات مياه الأمطار بربطها بشبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى أنها في طور تحويل مصبات هذه المحطات عن نهر الفرات إلى محطات المعالجة، لكن الأزمة المالية عرقلت إنجاز المشروع. هناك مخالفات كون محطات مديرية مجاري ذي قار هي محطات الأمطار وتم التجاوز عليها من قبل المواطنين. المواطن الآن لديه خبرة في ربط أثناء الليل، وتقوم معظم الناس بربط هذه الشبكات اللي هي أصلا مخصصة للأمطار، يتم الربط عليها الصرف الصحي، وبالتالي تم إبلاغ جميع الوحدات الإدارية كونها اللجنة مختصة برفع التجاوزات عن الشبكة. كثيرة هي مصادر التلوث التي يتعرض لها الفرات، فكورنيشه الممتد على جانبيه في مدينة الناصرية تحول إلى مكب للنفايات بدلا من أن يكون واحدا من أهم متنفسات المدينة. من مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.